مساء الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مساء هذه الأجواء الجميلة ومساء عبق الماضي وعبق التراث الأصيل الجميل الذي نلتمسه هنا في ساحة التراث بقلب الشارقة وبالتحديد من منطقة المريجة. أرحب فيكم في هذا النقل الخاص بفعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها ال17 والتي تأتي هذا العام تحت شعار حرفة وحرف، وتتناسق كافة الفعاليات التابعة للأيام التراثية تحت هذا الشعار. اسمحوا لي طبعا في بداية هذه التغطية التي تمتد لمدة ساعة لها مباشرة، واللي نحاول أن نغطي فيها أبرز وأهم الأحداث، الفعاليات المصاحبة، كذلك أيضا الدول التي تستضيفها الأيام والتي ما شاء الله تمتد إلى 60 دولة من الدول العربية وكذلك أيضا الدول غير العربية في هذه الدورة. لكن في البداية اسمحوا لي طبعا قبل أن نبدأ بفقراتنا أرحب بزميلتي اللي ترافقني في هذا النقل عبير النجبي. عبير مساء الخير. شكرا لك زميلتي ريم، مساء النور عليك، واحييكم مشاهدينا في هذه التغطيه المميزه لايام الشارقه التراثيه لنوافيكم بمشاركات وفعاليات وانشطه وبرامج كذلك هذه الايام من خلال مشاركات الدول الاخرى لتبادل هذه الثقافات، والتي تعكس في الحقيقه العادات والتقاليد الاصيله التي تعبر عن الموروث الشعبي. راح نوافيكم بما هو جديد من مشاركات والحرف التراثيه، لكن خلونا في البداية نرجع إلى زميل تريم في استديو أيام الشارقة التراثية ولنا عودة مجددا. شكرا لزميلتنا عبير النجبي اللي بترافقنا بالتأكيد في العديد من التغطيات وبتكون متواجدة في الأجنحة ربما في المعارض، كذلك أيضا التي ترافق الأيام التراثية في بيئة كذلك أيضا من البيئات الإماراتية الأربعة اللي متوزعة هنا في ساحة التراث، واللي كل يوم نتعرف فيها على شيء جديد ربما بالنسبة للزوار أو حتى بالنسبة لمشاهدينا اللي يتابعونا من خارج دولة الإمارات. جميل أن نتواجد هنا في هذه الساحة نتعرف على تراث وثقافة وإرث أكثر من 60 دولة مجتمعة هنا. هناك تراث مادي، هناك تراث لا مادي، أو أوجه عديدة للتراث المادي واللا مادي التي نتعرف عليها هنا في ساحة التراث. كذلك أيضا مشاهدينا نحب نسلط الضوء على كافة الفعاليات التي تصاحب مثل ما ذكرت سابقا هذه الأيام التراثية. خلونا نتحدث أو تحدثنا سابقا عن مجلس الخبراء الحقيقة، ومن المشاركين في مجلس الخبراء اليوم معنا الدكتور محمد الجزيراوي باحث في المعهد الوطني للتراث بتونس. حياك الله دكتور محمد. الله يخليك. الجزيراوي صحيح؟ الجزيراوي فعلا. حياك الله يا دكتور. طبعا شاركت في أيام الشارقة التراثية مثل ما ذكرت في مجلس الخبراء في ورقة عمل بالتحديد عن المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان بالتحديد، وهي منطقة في تونس. خلينا نتعرف على هذه الورقة وما الذي يقدم في البداية في ورقة العمل هذا. شكرا لكم على هذه الاستضافة وهنيئا لكم بهذه التظاهرة المهمة جدا أيام الشارقة التراثية التي تبلغ يعني من السن العتيق 17 دورة مميز جدا. وهذه الدورة كما قلت حرفة وحرف، وس يعني أتحدث عن الورقة التي قدمتها بالأمس في مجلس الوراء والتي تعلقت أساسا بحرفة أو عنصر إنشأنا عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان. نعم. يعني كل كلمة لها دلالاتها. هذه أو هذا العنصر وقع تسجيله ضمن القائمة التمثيلية لليونسكو. جميل. في موفى السنة الماضية بالتحديد يوم 29 نوفمبر 2018، وهو أول ملف تقدمه تونس يعني للتسجيل. يعني جميل، هذا التوثيق حديث أكيد جدا بالنسبة لمهنة الفخار، وفتحت شاهية إلى ملفات أخرى في بالنسبة للبلاد التونسية. يعني نعم. تم تقديم حاليا 3 يعني ملفات أخرى قيد الدرس، وإن شاء الله يتم منها ملفان مشتركان مع بعض الدول العربية الأخرى. نعم. هذا العنصر إذن المعارف والمهارات المرتبطة بفخار سجنان يركز أساسا على المهارات، على الخبرات، على حركة اليد، على الذاكرة، كل ما يتعلق باللمادي في هذه الحرفة، ويترك جانبا تاريخ الحرفة، وظائف ومصنوعاتها، دلالاتها الرمزية والانتربولوجية، الاجتماعية، النفسية، فذلك مبحث آخر. إذن وفي هذه الورقة ركزت على هذه الجوانب والتأثيرات التي جعلت من الحرفة تنتشر خاصة عند نساء سجنان، ومنها التأثيرات الطبيعية. منطقة سجنان تقع في أقصى الشمال التونسي وتنفتح على البحر الأبيض المتوسط، مما وفر عديد من المواد التي تستعملها النساء في الحرفة، منها الأصدف، المحار، تستعمله في يعني مرحلة من مراحل من بيئة سجنان نفسها، أو ما تمثله بيئة سجنان. وعلى فكرة يعني كنت قلت البيئات الأربعة، والبيئات الأربعة متوفرة في هذه المنطقة: بحرية، زراعية، جبلية، وريفية. زراعية بالأساس. أيضا المنطقة غابية، ووفرت الغابة الحطب كوقود خاصة في مرحلة الحرق الأواني. صحيح. وأيضا وفرت شجرة مميزة جدا اسمها شجرة الذرو، يقطفن النساء من هذه الشجرة أوراقها، تجف قليلا ثم يقع صحنها في المهراس، وهذا المادة التي تستخرج الدقيق يقع خلطه بقليل من الماء وعصره، ويكون مادة مميزة جدا في تزويق المصنوعات. والغريب في الأمر أن لون هذه المادة يعني أخضر فاتح. المادة في الأساس تعتمدون على لونها، نباتية لونها أخضر فاتحة عند الرسم، لكن بعد عملية الحرق يتحول إلى أسود لماع، يعني مميز جدا، ومن البيئة المحلية وما يسمى اليوم بيولوجي، حتى وإن رسم على الأواني التي يؤكل فيها فلا تضر، وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا المجتمع السجناني مجتمع مستقر، والاستقرار سيمكن من ممارسة العديد من الحرف التي لا يمارسها البدو الرحل. نعم. منها الفخار بطبيعة الحال. صناعة الفخار. أيضا المجتمع السجناني ينبني على ما يسمى بالعائلة الممتدة، وللمرأة دور كبير في هذه العائلات، ولا تكتفي بطبخ وتربية الأبناء فقط، وإنما تساهم في إنتاج العديد من الحرف. جميل. وأساسا النسيج وحرفة الطين، وتسمى التي تحترف هذه الحرفة في سجنان وفي كامل البلاد التونسية الملاسة، لأنها في مرحلة ما ستقوم بما يسمى مشاطة، وهي أداة خشبية أيضا ملتقطة من أشجار المنطقة، ستقوم بصقل الإناء لكي تقضي على ذلك، أملس ربما، لتجعله أملس. نعم. ومن هذا أتت التسمية. إذن مهم جدا أن المرأة أيضا كانت، وخاصة الفتيات، لا يقاس يعني زواجها بنسبها وجمالها وعرضها فقط، وإنما أيضا بمدى حذقها وإتقانها لهذه الحرفة، ويعتبر هنا إذن رأس مال اجتماعي مهم جدا. نعم. بالنسبة للمرأة. جميل. يعني هي الحرفة، هذه الحرفة بالتحديد، حرفة صناعة الفخار بسجنان، ارتبطت بالنساء، ولذلك في ورقة العمل ذكرت فخار نساء سجنان بالتحديد. لكن يمكن حضرتك ذكرت قبل الهواء بأن الرجال اليوم ربما يعني أحبوا منافسة النساء في هذه المهنة بالأخص، أو في هذه الحرفة بالأخص، بعد ما تم توثيقها في اليونسكو. كيف اقتحم ربما الرجال هذا العالم الخاص ربما بالنساء، أو اللي كان يعني ما بقول مقتصر على النساء، لكن أغلبيته وفي غالبيته كان معتمد على النساء، وما الذي أضافه الرجال ربما لهذه الحرفة؟ أكيد جدا، يعني هو التسجيل كان له انعكاسات إيجابية جدا. نعم. على العنصر في حد ذاته، يعني على الفخار، على المنطقة وأيضا على البلاد التونسية. يعني العديد من الجهات الآن الرسمية وغير الرسمية تطالب بتسجيل عناصر لا مادية من جهاتها الأخرى. في إشارتك لدخول الرجال لهذا الميدان بطبيعة الحال، يعني حتى اليونسكو توصي بأن عناصر التراث الثقافي غير المادي من المفروض أن تساهم في التنمية المستدامة، وخاصة التنمية الاقتصادية. فإذن الفخار أصبح ذو مردود مادي، وأصبحت العديد من العائلات يعني مصدر رزق أساسي هو صناعة الفخار، وبعد التسجيل يعني وكأنه فخر أصبح الرجال، يعني إذا قلنا ابن المرأة يساعدها في قلع الطين، وعادة هي عملية صعبة إذا تعلق الأمر ببعض المقاطع التي يستعمل الفأس ونقلها أيضا، ثم أصبح يعني يساهم ويساعد ببعض المراحل يعني الصعبة لأنه عمل يدوي وشاق، وخاصة يساهم في ترويج البضائع التي تصنعها المرأة، تلك المرأة ربما نقلها يكون أسهل بالنسبة للرجال، عملية النقل ربما أكيد جدا. وأيضا المشاركة في المعارض الداخلية أو الخارجية، يعني داخل تونس وخارجها. وأصبح أيضا يهتم بتقديم الحرفة وبتفسير للأشخاص، يعني سواء المقتنين أو الباحثين إلى غير ذلك. نعم، يعني من يسمع ربما يعتقد بأن هذه الحرفة هي مقتصرة فقط على سجنان ونساء سجنان، أو حتى يعني أهالي سجنان بشكل خاص، وهي مثل ما ذكرنا منطقة في أقصى شمال تونس، لكن الحرفة موجودة في أكثر من منطقة في تونس. ما الذي ربما ميز سجنان، وهل ما زالت تمارس هذه المهنة في المناطق الأخرى كذلك أو في المدن الأخرى غير سجنان؟ جيد جدا، سؤال يعني في مكانه بالتحديد. فعلا منطقة سجنان تميز الفخار فيها على عكس بقية المناطق البلاد التونسية، وهو ينتج في العديد من المناطق، فيها البعض الذي اندثر منها مثل قرية الدويرات في الجنوب التونسي بعد أن هاجرها سكانها، فاندثرت الحرف التي يمارسونها. مميز أيضا على منطقة سليانة وهي محافظة قريبة أيضا. تميز بماذا؟ تميز بتقنيات الصناعة، وخاصة بأناقة المنتوج وثراء المعجم الزخرفي الذي يحتويه، وخاصة الألوان. فجذبت إليها السياح وجذبت إليها المشترين والمقتنين لهذه القطاع، وخاصة وأن الحرفة أيضا، وهذا الداعي آخر لاختيار هذا العنصر، تطور مع الزمن. واتفاقية اليونسكو عندما عرف التراث الثقافي اللامادي تقول هو الذي تبدعه الجماعات من جديد. فمنطقة سجنان وخاصة النساء طورنا من الحرفة، وأصبحنا بعد أن يعني تضاءل استعمال الأواني في الطبخ والأكل، يعني طورنا في الصناعة، وأصبحنا يصنعنا يعني نماذج مثل القطط، السلحفات، السمك ويسمى في تونس حوت، وخاصة يصنعنا الدماء التي تسمى في تونس بالعروس، والتصقت التسمية بعروس السجنان، وهي عروس مميزة جدا، وأكثر المنتوجات يعني تتجه إلى هذه العروس. نعم، جميل جدا، يعني جميل أن نتعرف على هذه الحرفة. أعتقد بأن هذه الحرفة موجودة يمكن في أغلب الدول سابقا، سواء كانت دول عربية أو غير عربية، لكن جميل أن في مدينة عربية تتميز بهذه الحرفة، وما زالت كذلك أيضا نشطة في هذه الحرفة. كل شكر لك دكتور محمد الجزيراوي، باحث في المعهد الوطني للتراث من تونس الحبيبة. شكرا لك دكتور. شكرا لكم على الاستضافة، ثم الشكر موصول للأستاذة عائشة مديرة المركز التراث العربي، والسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، والشكر موصول أيضا لأصدقائي في مركز التراث العربي على رأسهم الدكتور محمد حسن عبد الحافظ. وشكرا. شكرا. إذا مشاهدينا، ننتقل إلى تقريرنا الأول في هذه التغطية، ونتعرف من خلال هذا التقرير على الجناح اليمني بكل ما يحتويه من تراث وإرث حضاري لهذا البلد العريق. نتابع. من اليمن السعيد، بلد الحضارة التي يسخر التاريخ بأمجاده وبأصالة شعبه العريق، يطل التراث اليمني كضيف رفيع المقام خلال أيام الشارقة التراثية ضمن ركن خاص يحمل بجعبته ألوان الفلكلور اليمني الأصيل بمفرداته العريقة التي يتغنى بها الأجيال، وتحتل المصوغات اليمنية والخناجر حيزا كبيرا من الجناح، مستقطبا زوارا من شتى أنحاء العالم. اشتهرت اليمن بالعقيق اليمني، ويعتبر أجود أنواع العقيق اليمني العقيق الأحمر، ويوجد من ذلك بعده عدة أنواع من العقيق، العقيق المزهر، المصور، السليماني، الشجري، بعدة يعني من عدة مناطق في اليمن. أما بالنسبة للمصوغات اليمنية فتعتمد على عدة، تعتمد لبس المصوغات اليمنية على القبائل، يعني تختلف من قبيلة إلى أخرى. فمنها مثلا اشتهرت في الأعراس، تلبس بشكل يعني شبه نقول يعني إلزامي على العروس، الحزام على عصابة الرأس، على اللبات، على الخلاخل، أساور، خواتم. يتضمن الجناح اليمني بالإضافة إلى المصوغات الفضية بأشكالها المختلفة والعقيق اليمني بأنواعه المتعددة الخناجر الذي يوضع على الخاصرة والذي يعد تقليدا مكملا للزي الشعبي ولا يمكن للرجل اليمني الاستغناء عنه. الخناجر اليمنية تختلف على حسب المنطقة الذي فيها، فمثلا فيها الماربي، في مناطق فيها صنعاء، في مناطق القديمة كانت على حسب القبائل وعلى حسب الشغل، تختلف شكلها على حسب الشغل. يعني مثلا اشتهر القاضي انه يلبس الخنجر الذي هو يجي سادة مش ملفوف، وفي مناطق اشتهرت بلبس البدو يلبسوا خناجر غير. وقديما اشتهر اليمن بالخناجر الذي هي الزراف، الذي هي زراف يعني قديما. مشاركة اليمن ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية فرصة للتعرف على ماضي حضارة عريقة لها رصيد تراثي لا يستهان به، في أرض تفخر بثقافات الشعوب وتدعم التقاءها وتلاحمها من أجل تحقيق سلام وتألف شعبي يحقق غاية الأيام وأهدافها السامية في نشر الثقافة والمحبة بين الشعوب المختلفة. مجلس نائب للعهلال. في هذه التغطية المميزة لأيام الشارقة التراثية اللي راح نتعرف من خلالها على الفعاليات والأنشطة والبرامج الموجودة اللي تعرفنا على التراث الثقافي الإماراتي والثقافات كذلك الأخرى. نحن حاليا موجودين في قرية الحرف التراثية في جناح مملكة البحرين. يسعدنا أن تنضم إلينا الوالدة زكية علي، حياك الله معانا. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يسلمك، الله يعافيك. في البداية الوالدة عرفينا على حرفة النقدة. النقدة هي أسلاك، أسلاك من الفضة تكون بهاي الشكل، وأسلاك من الفضة مطلية بماء الذهب، هذه هي النقدة. النقدة ولها إبرة خاصة، والإبرة لها فتحتين ولها شكة خاصة مثل ما نقول، وهذه ما نسميه خيط، نسميه خوص النقدة. خوص النقدة. إيه. من وين تجيبون الوالدة؟ هاي الخوص يجينا من الهند، هو بالإبرة مالته، لأن يعني التجارة بين البحرين والهند يعني كان من قديم الزمان ولا زالت يعني هاي التجارة، والخليج كله يعني بهذه بهذه بالتطريز والملابس والتوابل ايضا. هي التوابل الهنديه متعارف عليه ان الهند يعني والخليج في تجاره ما بينهم. لو تعرفين الوالده على مسميات النقد نتعرف عليها ونراوي مشاهدينا، ما عليك امر. مسميات خاصه وتكون شنو من الطبيعه. اللي نتعرف عليها اللي هي عندنا الفرخ الصغير قدام الكاميرا. الفرخ الصغير أشر عليها الوالدة. الفرخ الصغير. إيه؟ هذه راس السكر، غرزة راس السكر. إيه؟ وهذه اللوزية. وهذه اللوزية المفرغة. إيه؟ وهاي درب الحية. إيه؟ وهذه الكاجوة. ما شاء الله كم غرزة؟ يعني تقريبا 21. ما شاء الله. والنخية. إيه؟ والنخية اللي صلت دائرة. وين النخية؟ خلنا ندورها عود الحين. إيه؟ النخية اللي يسمونها انتو الدونجو. إيه؟ وهذه النجمة. وهني درب الحية. وكلها مسميات من الطبيعة. وهذه البنكة كلها من الطبيعة تسمى، واحنا ننفذها. قبل كانوا ينفذونها على الثوب العادي والمشمر حق العروس. ما شاء الله. كم ياخذ من الوقت الوالدة؟ هو على حسب التولات اللي الحين رويناكم اياها. هاي التولة على حسب التولات، كم تولة تبغي فيه يعني الزبونة. الوقت يستغرق في هذا الشيء يعني حسب الطلبية. حسب الطلبية. في شغل يستغرق اسبوع، في شغل شهر، في شغل سنة. ما شاء الله. اي لان الزبونة تقول لا انا ابغي يعني انا مميزة. فنسوي لها يعني بدل ما يكون قماش ينقلب الى نغده. ما شاء الله. زين الوالدة بنتعرف اكثر كيف طريقة شك السلك في الابرة. خراوي المشاهدين. تفضلي خذي راحتك، بس نعرف كيف الطريقة بالتفاصيل ان شاء الله. خبرينا وانت تشتغلين تكلمي. لا احنا بافلها هذه على اساس انه تكون قدام الكاميرا. اي زين. بتشتغلين بهذه؟ اي زين. الابره لها فتحتين قدام الكاميرا. اي اكا هني واي واحطها في الفتحه الثانيه شذي، بحيث ان هذه الخوص الصغير يكون بين الفتحتين هذين شذي. ايه اركز على هذه تمام. والابره الوالده من وين كنتوا تجيبونه؟ من الهند. نفس الشيء من الهند. اي تي تابع وياه. زين شوفي هني كذي ونين يعني 4 مرات ندخل الخوص في الابره عشان يثبت. عشان يثبت وما يأذي القماش، لان القماش اللي نشتغل عليهم الحرير، الحرير الهندي، الويل، الشيفون، التور، كلها يعني قماش رقيقه مثل ما نقول. اي زين. وتطلع لنا بهاي الطريقه. ما شاء الله. لين ما تثبت. وانت قلت الوالده قبل هالمره ان حرفه النقده او النغده لها اسمين مو باسم واحد، يا النقده او النغده. والنغده هذه نقدر نسويها بدون اي خطوط، يعني نسويها مثل ما نقول من عقلنا. يعني ما نرسم ونشتغل. لا، وتتنفذ بهاي الطريقه. نشوفها بس على الكاميرا. نشوفها على الكاميرا ان شاء الله. تمام. نيجي نحط الابره كذي. هذه اول غرزه. ايه نحط الابره كذي. ناخذ خلق صغير نسحبها. نيجي نثبت الخوص على القماش كبر الفتحه كبر المسافه اللي تركناها. نيجي كذي نحط الابره تحت مثل الزائد. والخوص دائما يكون سيده، يعني ما نخلي فيه التواء، لان اي التواء في الخوص يسوي شغلي مو بناعم. ولا نقطعها بمقص، نقطعها بيدنا. اذا قطعتيها بالمقص تصير نوع المشرشره. شوفيها شلون. وكيف نتاكد ان هي يعني الغرزه صحيحه؟ ان هي ما يعني ما تنغز مثل ما نقول. تشوف؟ اي ما شاء الله ناعمه صح. اي وداينا نشتغل بعد في النغده هذه. زين شوفيها هاي الغرزه تتنفذ وبدون اي خطوط، لان الغرزه الاولى هي اللي تعطيك اشاره او فتحه الثانيه. شوفيها. اي شوفيها ما شاء الله. اي زين الوالده عرفينا عن الغرز الموجوده هناك، الاشكال الموجوده عندك، الجلابيات. هذه الثوب يسمونه الثوب المنقد اللي يدنا على تور. زين. وهني عندنا مسويين نكلس. اكون نكلس هني البيج. اي هذه النكلس هذه حق شغل حق هالعمان، لانه يعني هالعمان يختلفون عن الخليج في تشكيلات مالهم ما شاء الله. زين، وهني عندنا جلابيه عاديه بس خلق يعني مو مستويه. اي وهذه الجلابيه مال للاطفال هذه يعني حسب الطلب يبون يسوون فيها، فهذه يسمونها الساديه او انه تتم مثل ما هي. لو بنتكلم بعد عن الجلابيات الموجوده في الطاوله، هذه الثوب الشعبي البحريني، ثوب شعبي بحريني، ثوب الشعبي البحريني حلو منفذين عليه النكلس. النكلس. وبعد شو عندك من الغرز الموجوده؟ مشمر اللي كانوا يغطون بالعروس ايام الاخضر، الاخضر يغطون بالعروس ليله الحنه ما شاء الله. وبعد الازرق، والازرق هذه بخنق، الازرق هذه ثوب شعبي يعني مال يمكن اخذ عمره 50 سنه تقريبا ما شاء الله. بس هذه هو شكله ما تغير يعني ما شاء الله. الوالده خبرينا من متى انت تمتهنين هذه المهنه الجميله؟ الحين اخذ لي تقريبا 30 سنه ما شاء الله عليك، وانت دائما ما شاء الله حريصه على المشاركه في ايام الشارقه التراثيه بشكل دوري ما شاء الله عليك. لا مو بشكل دوري، خلينا نكون صادقين يعني انا اول مره اشارك، بس كل سنه اشارك في الامارات في الموروث الشعبي هناك عندهم في قرية زايد التراثية رحمة الله عليه، ووايد دول رحت، الصين، المغرب، فرنسا، لندن، مصر، وايد رحت أماكن بهذه الحرفة. خبرينا سر حبك للمشاركة. انها تشوفي هاي المشاركة، أنا الحين جاية هاي القرية يعني قاعدة أتنقل من بلاد لبلاد بدون أي باسبور بدون أي جواز، وتبادل ثقافات يعني أنا أعرف شيء هاي تعرف شيء ثاني، ونطلع من دولة لدولة أو من مملكة لمملكة بدون جواز، وهاي شيء حلو يعني حلو. بالنسبة لفن النقدة أو النقدة مثل ما تقولون البحرينيين، لو بنتعرف على الأدوات الموجودة اللي تستخدمينها في الغرزة. الأدوات هي مثل ما قلنا الإبرة، هذه الإبرة والخوص، هذه بس إبرة وخوص، والقماش. وكم ياخذ من الوقت الوالده؟ قلت لك من ساعه ان الوقت يختلف، كثر توله تبغين في الشغل، كل ما كان قليل يعني التوله كل ما كان الشغل اقصر ما شاء الله. انزين الوالده من فن النقده خلينا ننتقل الى فن الحرفيه او الحرف التراثيه، انت ما شاء الله موهوبه مثل ما عرفت بعد ايضا في سفافه او الخوص، خبرينا عن هالمهنه اكثر او الحرفه. الخوص هي تعرفين النخله هي الله كرمها انها هي يعني تتم على الانسان بالفعل. من اول ما يولد لين اخر شيء، فهي تتابع الانسان، حتى الانسان لما يموت يحطون وياه قطعة خضراء يقولون إن هي التوبة حتى ما ماتت يعني، وهي نزلت أول شجرة نزلت من الجنة مثل ما يقولون. فإنزين الخوص هذه اللي إحنا نشوفها مو الخوص الخضر اللي إحنا، الخوص لازم ياخذونه اللي صاير في وسط النخلة اللي يسمونه قلب النخلة، يكون بهاي الطريقة ويصير أقوى من الخوص الخضر اللي نشوفه طالع اللي مكانه بالوسط، يسمونه قلب النخلة هذه، إيه في الوسط، ويكون طويل وعمره أطول من الخوص العادي الخضر هذه ما شاء الله. إنزين الوالدة طريقة الإصفافة، هل الطريقة التراثية مثل الطريقة التراثية الإماراتية بالنسبة للبحرين؟ لا انتم تختلف عن البحرين، لان البحرين يعني عندنا اول ما نبتدي اللي هو يسمونه ام عوينه شنو هذه ام عوينه؟ اللي هو بهذه شوفي هذه هي ام عوينه. ايوه اي انتم تسوونها هذه بس بطريقه ثانيه، وانتم يصير عندكم اعراض وخصوصا عندكم عندكم الشحوح يشتغلون بهاي الخوص يكون عندهم اعراض. وانا شفت عندكم ان الشحوح يسوون بالامتار في هذا اللين ويحطونهم ديكور دار مدار البيوت ما شاء الله. اي وهذه ورديه اكيد، هذه يعني مصبوغه. اي هاي مصبوغه يصبغونها اللي هو الكرمز، ياخذونها من الحواي بودره يحطونها في الماي ويحطون عليها ملح وينزلون الخوص فيها. والحواي هاي ماده؟ الحواي اللي هو يبيع الاعشاب والاشياء شو اسمه يعطيك العافيه الوالده زكيه علي، يعطيك العافيه الوالده زكيه علي على هالمعلومات المفيده اللي اكيد اثرتنا واثرت المشاهدين. شكرا على حضورك ومشاركتك معنا في ايام الشارقه التراثيه، يعطيك العافيه. ما قصرتي، رحم الله والديكم وحاضرين، وان شاء الله الايام الجايه احسن واحسن، وانتم بصحه وسلامه، وخلي شيوخكم واحنا ضيوف عندكم، وهذه الدار داركم، احنا عندكم ضيوف، واحنا اكيد سعيدين بتواجدكم معنا في هذه الايام. شكرا لك. اذا مشاهدينا من قريه الحرف التراثيه وصلنا لختام تغطيتنا لهذا اليوم، نتمنى ان استانستوا بهذه التغطيه. اما الان عوده الى الزميله ريم في استديو ايام الشارقه التراثيه. شكرا لزميلتنا عبير النجبي على هذه التغطية الجميلة لأحد المهن أو الحرف التي تتميز بها النساء مملكة البحرين الشقيقة. ننتقل إلى تقريرنا الثاني واللي يتحدث كذلك أيضا عن صناعة، هذه المرة تتعلق هذه الصناعة بالبيئة الجبلية الإماراتية، واللي تشارك هذه المرة في أيام الشارقة التراثية بالعديد من المهن والحرف والصناعات والفنون الشعبية الجميلة. نتعرف على صناعة أو مهنة تقطيع الطبل بشكل خاص في هذا التقرير، نتابع تقريرنا الثاني. للبيئة الجبلية رائحة معتقة بالماضي ممزوجة بتراث الآباء لتحمل أسمى معاني الأصالة، ولعل أبرز ما يلفت الزائر لأيام الشارقة التراثية حرفة تقطيع الطبل التي اشتهر بها الظهوريون، حيث تعتبر هذه الآلة الموسيقية الإيقاعية من الصناعات الوطنية التي لا تزال مستمرة إلى وقتنا الحاضر، فهي إحدى أهم أساسيات الفنون الشعبية في الإمارات، ويمثل كل إيقاع منها قصة فخر الإماراتي بها هويتها الخالدة. رفيتي في أيام الشارقة التراثية أني أقطع الطبل من فن الرواح. نجيب الجلود من الذبايح أو من الذبايح، يعني يكون الجلد العمر أقل، يكون الجلد 5 شهور 6 شهور. لو كان الجلد سنة وشي ما ينفع، يكون الجلد 5 شهور 6 شهور أحسن شيء. نجيب الجلد بعدين نفرشه، نجيب العلق، ندق العلق، نفرش الطبل من فوق، نفرشه فوق الجلد، من نفرشه فوق الجلد نخليه داخل الطاسه اللي هو التب، بعدين نتريى عليه. اذا كان بشتاء فنكون يطول 24 ساعه على الاقل، اما اذا كان في الصيف 12 ساعه كافيه. تمر حرفة تقطيع الطبول بعدة خطوات، وتعتمد على أدوات خاصة تساعد في إعدادها وتجهيزها لتخرج بالجودة والحرفية المطلوبة. أول شيء نستعمل خشب الطبل من 3 أنواع شجر، اللي هي السدر أو القرط أو الصمر، ونادر تحصلين من الصمر يعني كله. وتكون الأدوات الموجودة للفن أو للطبل اللي هي المطواق اللي هون يعني نركب فيه الجلد، والمخرز اللي نخرز فيه الطبل، وحبل المريخ اللي نخيط فيه الطبل. على إيقاعها يجتمع الآباء والأجداد بمختلف المناسبات لتكون الطبول صوت الفرح الشعبي الذي يروي أمجاد الماضي أفراحه ومناسباته الوطنية، لتبقى أيام الشارقة التراثية عروس الأصالة التي تزف لنا مفردات التراث العريق بكل ما تحمله من واقع بهيج يطرب الذاكرة والوجدان. إذن مشاهدينا مجددا ما زلنا متواصلين وإياكم في هذه التغطية الخاصة بفعاليات أيام الشارقة التراثية حرفة وحرف في دورتها 17. بالتأكيد الأيام التراثية يرافقها العديد من الأركان المصاحبة لها في أو طوال الدورات السابقة والمستمرة كذلك بإذن الله. أحد هذه الأركان المهمة في الأيام التراثية هو المقهى الثقافي، والذي يستضيف العديد من المفكرين والباحثين وكذلك أيضا المهتمين بالتراث ليس فقط من دولة الإمارات ولكن من كافة الدول المشاركة في أيام الشارقة التراثية. اليوم نستضيف في استوديو التراث الدكتور عبد الله المغني الباحث في التراث، والذي طبعا استضافه المقهى الثقافي هذا العام. حياك الله دكتور، مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور. تفضل. إلى تلفزيون الشارقة والأسرة الكريمة القايمة عليه. نعم دكتور، يمكن يعني خلينا نتحدث في البداية عن أهمية أيام الشارقة التراثية كحدث بارز، كتظاهرة ثقافية تراثية تهتم بالإرث الحضاري والثقافي ليس فقط لدولة الإمارات ولكن لكافة الدول التي تشارك الأيام هذه التظاهرة الجميلة. أولا أستاذ، هذا موروث قديم يجب أنه يتناقل عبر الأجيال. نعم. والأجيال ربما اللي سبقتنا نحن زين عندها إلمام أكثر من ما نحن عليه. نعم. ومن حرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، اهتمامه كان اهتمام كبير في التراث الثقافي. نعم. وهو الموروث الذي يبغي يورثه الأبناء من الآباء والأجداد. فنحن لا ننسى دور إمارة الشارقة، هي من أوائل إمارات الدولة التي عكفت على ترميم المعالم التاريخية والمباني التراثية في الإمارة. نعم. نعم. ربما تناولت حضرتك دكتور هذا الموضوع بالتحديد في المقهى الثقافي، قدمت موضوع أو تحدثت في موضوع خاص بحماية التراث الثقافي الإماراتي، وقدمت الشارقة كنموذج الحقيقة لحماية التراث الثقافي. ما هي أهم المحاور التي تناولتها دكتور في هذا الموضوع وتم تسليط الضوء عليها؟ أول شيء سلم شاء الله، المحاور التي تم تناولها في المقهى نعم هي كيفية تم ترميم هذه المباني نعم التاريخية والمعالم الحديثة التراثية عفوا. فهذه بالأول كانت معالم تشهد لها الإمارة ويشار لها في البنان، إلا أنها فيما بعد على مر السنين بدأت تتهالك، إلا أن سمو الشيخ سلطان طول الله بعمره أراد أن يحييها ويعيدها على ما كانت عليها في الماضي. صحيح. فها نحن الآن في مدينة الشارقة أو قلب مدينة الشارقة، فلما نشاهد هذه المباني أو المعالم فالإنسان يقول هذه كانت منذ الأزل أو أنها حديثة الولادة. نعم. فحينما يسأل الإنسان يقول لك لا والله هذه قديمة ولكن تم ترميمها. نعم. وأصبحت على ما هي عليه الآن. صحيح. فعندي مداخلة بسيطة بالنسبة إمارة الشارقة حينما نقارنها في بعض الدول. أنت ربما زرتي أو المشاهدين أو المستمعين الكرام زاروا دول أخرى غير دولة الإمارات، فشاهدوا حصون ومباني اندثرت. صحيح. أو شبه الاندثار، ولكن الجهات المعنية أو المخصصة لم تغير ساكن في هذه الأشياء وإعادتها مثل ما كانت عليها. نعم. فأنت كباحث حينما تشاهد هذه الأشياء تتأثر نفسيا زين بأن هذه الأماكن لم تصان ولم ترمم. تحفظ. نعم. نعم. إلى جانب المباني كذلك وترميم المباني، يعني دعنا نتحدث دكتور اليوم عن دور الشارقة الحيوي في إحياء التراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي. ربما ما هو الدور الذي قامت به الإمارة في إحياء التراث؟ أولا الإمارة مشكورة متمثلة في سمو الحاكم. نعم. لم يترك مكان إلا وضع فيه بصمة. صحيح. فحينما تتجهي شرقا إلى الساحل الشرقي ابتداء من بلدي أول شيء اللي هي دبا. نعم. في منطقة قديمة فيها بيوت سكنوها الآباء والأجداد فشبه متهالكة، إلا أن سموه أوعز للجهات المختصة بأن هذه البيوت تبقى على ما هي عليه وترمم. وشوف من كرم هذا الإنسان الذي أعطى الكثير، فقال يا جهة يا مسؤولة هذه البيوت تبقى وترمم وتبقى باسم صاحبها إذا كان ما يود بيعها. صحيح. فتبقى ونحن نستأجرها ونعطيها أجار شهري. نعم. فهذه سلمك الله في دبا، في خورفكان، في منطقة اسمها منطقة الشرق. هي. بعد كذلك أوصى إلى الجهات المعنية بأن تقوم أو تحدث حدوى ما قاموا فيه في دبا، وكذلك في منطقة خور كلبة. هي. فالشارقة والمناطق التابعة لها حقيقة كل ما إنسان زارها يشير لها بالبنان. صحيح. ويعرف أن هذه المدينة أو هذا المكان تابع إلى إمارة الشارقة. صحيح. وهي ربما هذه البيوت التي تحدثت عنها سواء كانت في مدينة الشارقة أو في دبا أو في خورفكان، نعم، أو في أي مدينة تابعة للشارقة تبقى شواهد تاريخية دكتور. نعم. حقيقة تشهد، نعم، ربما على تاريخ الإمارة وكذلك أيضا على تاريخ الإمارات بشكل عام. دعنا نتحدث عن جوانب أخرى. ربما نحن اليوم يعني نشاهد ونحن في ساحة التراث ومتواجدون هنا في أيام الشارقة التراثية، نشاهد العديد من الشباب والفتيات كذلك في أعمار صغيرة يزورون هني المنطقة ويتعرفون على التراث الإماراتي بشكل خاص، وهذا أعتقد كذلك أيضا وجه من أوجه تعزيز التراث في إمارة الشارقة. تواجدنا في مثل هذا المحفل، تواجدنا في مثل هذا المهرجان، إلى أي مدى مثل هذه المهرجانات ربما أو مثل هذه المحافل قد تعزز ربما من إحياء التراث بشقيه المادي ولا مادي كذلك، وتعرف ربما الأجيال الجديدة على هذا التراث؟ والله الشكر موصول إلى معهد التراث والمتمثل بسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم. نعم. أن هذا نسميه عرس سنوي. نعم. يختلف من سنة إلى آخر، فتحت مسمى واحد لهو التراث. نعم. فمثل ما تفضلتي نحن نشاهد بناتنا وخواتنا سواء كبار أو صغار يتوافدوا على هذا المكان. نعم. من أجل المعرفة. صحيح. المعرفة، والمعهد يبغي يزرع في نفوس هؤلاء الناس ماضي أجدادهم وآبائهم، فهذا التراث يجب أنه يحفظ ويصان. نعم. فالشيخ زايد رحمة الله عليه قال من ليس له ماضي ليس له حاضر. نعم. فنحن تكفينا هذه الكلمة الذي قالها المغفور له الشيخ زايد. فمن هذا المنطلق الجهات المختصة أو المعنية في الدولة، نعم، زين، مهتمة دائما في التراث والمحافظة عليه وتوصيله من جيل إلى جيل آخر. صحيح. خوفا من الاندثار. بالتأكيد. نعم. دكتور أنت ذكرت ربما الجهات الحكومية والجهات الخاصة ودورها، والحقيقة يعني نحن نشاهد يعني هذا الاهتمام الكبير من قبل الجهات الحكومية وهذه الجهود الجبارة اللي تبذل من أجل حفظ وصون هذا الإرث. لكن الآن كذلك أيضا هناك دور يقع على عاتق كل فرد من أفراد هذا المجتمع، وخصوصا الجيل المخضرم، الجيل اللي ربما لحق على الآباء والأجداد وعاصر كذلك أيضا الحداثة بكل ما فيها من مستجدات. ما هو الدور الذي يقع على عاتقنا نحن كأفراد مجتمع حتى نقوم يعني بدورنا يدا بيد مع الجهات الحكومية وربما كذلك الجهات الخاصة في الدولة؟ والله يا أستاذة العزيزة، هذا الأمر اللي تفضلت فيه يجب أن يكون في كل بيت، وأن كل أسرة تغرس هذه المبادئ في نفوس أبنائها من أجل المحافظة على هذا التراث أو هذا المخزون. فحينما تفضلتي أنت بكلامك على أساس أن الأولاد والبنات والأسر هل لهم دور في الحفاظ على التراث؟ نعم، لهم دور كبير فيجب على الأسر أن توجه أبنائها، وكذلك في المدارس يجب أن يكون له دور كذلك في توجيه الطلبة أو الجيل القادم أو الجيل الحالي. عموما كل الشكر لك دكتور عبد الله المغني الباحث في التراث على تواجدك معنا اليوم وعلى هذا الكلام الجميل الحقيقة عن المحافظة وكذلك أيضا صون التراث الإماراتي. شكرا لك دكتور. شكرا. شكرا لك كذلك، والشكر موصول إلى تلفزيون الشارقة والقائمين عليه، وكذلك الشكر موصول إلى معهد التراث. شكرا. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه التغطية لهذا اليوم، أترككم مع إحدى فرق الفنون الشعبية المشاركة في أيام الشارقة التراثية. في أمان الله.